صباح الخير، كيف احوالكم؟ اليوم 27 رمضان، كل عام وانتم طيبين وصلاة مباركة. اليوم طالعين ان شاء الله باذن الله بيت ردم عشان نعمل طيران شراعي هناك، وكمان حيكونوا بصحبتنا مجموعة من الدراجات النارية اللي هي متخصصة في السباق، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نبرز الرياضات هذه ان شاء الله في اليمن. والان ماشيين في الخط، وان شاء الله عندما نوصل تشوفوا طيران وكمان المطرات باذن الله تعالى. صباح الخير. We can't speak Arabic, yes. Al-Hayma, thanks for watching this video. We can't speak Arabic very well.